السلام عليكم خوتي طلبه، ان شاء الله في هذا الفيديو غنتعرفوا كيفاش كنكالكيلو ولا نورماليتي. هاد النورماليتي اللي كتعرف بهاد العلاقه ان كتساوي بي فوا سي. هاد بي كنقولوا نوبو دي كيفانو هو نوبو ديال او اش موان ولا اش 3 او بلس، بعض الحالات كيكون نوبو ديال الالكترونات. وهاد سي كتكون هي الكونسنتراسيون مولير اللي تحدثنا عليها فيديوهات سابقه، اللي سي كتساوي هي نوبو دو مول ان على لو فوليم. بالنسبه لهاد سيت كونسونطراسيون تحدثنا عليها فيديوهات سابقه كيفاش نكالكيليوها مع التمارين، غادي تلقاو الرابط اسفل هاد الفيديو غيوجهكم للفيديوهات السابقه اللي شرحنا فيها لا كونسونطراسيون مع ليكزيرسيس. الوحده ديال النورماليتي كتكون مول دي كيفالون على اللتر، مول دي كيفالون على اللتر او ولا كنديرو ان. الوحده ديال النورماليتي كدير ان ولا المول دي كيفالون على اللتر، من الاحسن حيت هي النورماليتي كنديرو ان. دونك شوفوا واحد ليكزيرسيس باش تفهموا كيفاش كنكالكيليو هاد النورماليتي. هذا هو ليكزيرسيس ديالنا، قال لك لا نورماليتي دي سوليسيون سويفون. بالنسبه ل ا عندنا واحد كونسونطراسيون سي عطاوها لينا ديالاش ديال اش 2 اس او 4، دونك خاصنا نكالكيليو النورماليتي ديالو. كي قال لك لاسيد سلفوريك ان دي اسيد، النورماليتي ديالو كتساوي جوج مضروبه في المولاريتي. المولاريتي هنايا راه هي الكونسونطراسيون تحدثنا عليها. علاش درنا جوج؟ حيت قال لك دي اسيد، باش عرفنا حنا دياسيد هنا عندنا اش 2، لانه الا مشات تفكك لينا الى هاد اش 2 اس او 4 اللي زدنا عليه اش 2 او، شنو غيعطينا؟ عطانا اس او 4 موان، غادي يفقد واحد الاش وكنديرو هنايا موان ياك، زائد اش 3 او بليس كنيكيليبري. وشنو غيحدد لينا هنا في النواة؟ 2 اش 3 او بليس. هاد اش 3 او بليس راه هو نوبو دي كيفالون، شحال عندنا هنا؟ عندنا جوج، دونك بي كتساوي جوج. اذا ان كنقولو هي جوج فوا سي هي لي كونسونطراسيون، حيت لأن كنا هاد نوبو دي كيفالون هو بي متعلق بلاش 3 أو بليس لي ديال لي زاسيد، ومتعلق بأو أش موان ديال لي باس، وبعض الحالات متعلق بالإلكترونات. لأن عطاتنا جوج أش 3 أو بليس، دونك بي إيكال دو. نجيو ل بي، عطاونا الكونسونطراسيون ديال إن أ أو أش. هاد إن أ أو أش إلا تفكك لينا مع الما شنو غادي يعطينا؟ ها هو اللي تفكك لينا ما يعطينا ان ا بليس بليس او اش موان. هاد او اش موان باز نقولو مونو باز، نوبو دي كيفالون راه هو واحد. ها هو هو واحد، قلنا ان لا سو دي ان اي ان مونو باز. نورماليتي ديالك كتساوي شنو هي؟ المولاريتي. المولاريتي راه هي الكونسونطراسيون سي، هادي مضروب في واحد غادي تعطينا 0.3 ان. كيف لاحظتوا معايا بالنسبه لاش 2 اس او كاش شحال عندنا ديال لي زاش؟ عندنا 2، دونك نوبو دي ايكيفالون هو 2. غير انا شرحت لكم كيفاش قلنا اسيد، دونك نديرو الماء كيعطينا في لافين ديال رياكسيون اش 3 او بليس، اش 3 او بليس اسيد، الى عطانا او اش موان باز. وكذلك هنا عطانا او اش، او اش باز، الى كان عندنا او اش موان في النواه اش كنقولوا باز. دونك هذا نوبو دي ايكيفالون واحد. بالنسبه للسي هنايا عطاونا كونسونطراسيون ديال اش 3 بي او 4، كيف كتلاحظوا معايا هنا 3 ديال لي زاش. فهاد الحاله كنقولوا لاسيد فوسفوريك اي ان تري اسيد، دونك النورماليتي ديالو شنو كتساوي؟ 3 مضروبه في كونسونطراسيون سي هي المولاريتي، اش عطاك؟ 2.4 ان. وفي بعض الحالات بحال هاد لا رياكسيون ديال ام ان او 4 موان، الا قال لك عطيني النورماليتي ديال ام ان او 4 موان ولا ام ان 2 بليس، كتشوف نتايا الا عطاك ام ان او 4 موان، كتشوف المزدوجه ديال ام ان او 4 موان هي اللي ام ان 2 بليس، كدير لا رياكسيون ديالك. من عندك اكسجين نواه دير اش 2 او، قلت لك يدير لا رياكسيون ديالك. ومن بعد شنو كتلقى معايا؟ كتلقى هنايا 8 اش بليس وهنا 5 ديال الالكترونات. واش نوفو دي كيفالون هو 8؟ لا، لان هاد ام ان او 4 موان واش اسيد ولا باز في او اش موان ولا في شي اش؟ في الحاله متعلق بالالكترونات. نوبو دي كيفالون هو 5 5، دونك دير 5 فوا سي لا كونسونطراسيون في هذه الحاله. نجيو دابا الفراكسيون مولير. هاد الفراكسيون مولير الرمز ديالها هو اكس اي كتساوي ان اي على ان توتال. هاد ان اي نوبو دو مول انيسيال اللي كيساوي لا ماس على لا ماس مولير، هادي راه كونتيتي ماتير تحدثنا عليها في فيديوهات سابقه، على ان توتال لا سوم ديال ان اي. وهنايا لا سوم ديال لي فراكسيون مولير اكس اي ايكال 1. غنشوف واحد لي اكزيرسيس ونطبقوا عليه هاد العلاقه باش تفهموا. كيف لاحظتوا معايا هنا غروندور سون ديمونسيون،
بمعنى هاد فخاك سمولار بدون وحده، حيت حنا عندنا ان. شنو هو الوحده ديال نوفو دومون؟ هو المول على ان طوطات هي راه المول، مول غيمشي مع المول غيبقى لينا غوندور سون ديمونسيون بدون وحده. هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. قالك ان ان ميلونج دو غاز سي كونستيتي دو 0.2 غرام دو اتش 2 0.21 غرام دو ان 2 اي 0.51 غرام دو ان اتش 3. هنا شنو ميلونج؟ ميلونج ديالاش 0.2 غرام ديال اتش 2 مع 0.21 غرام ديال ان 2 مع 0.51 غرام ديال ان اتش 3. الامونياك ثنائي الازوت ثنائي الهيدروجين، كاين واحد الميلونج. قال لك سون لا بريسيون ديال الاتموسفير فواحد الضغط 1 اتموسفير اي ان تمبيراتور فواحد درجه الحراره، تم هاد الميلونج 27 دوغري سيسيوس. تمرين فهم كالكيلي لي فراكسيون مولار، فراكسيون مولار ديال اتش 2 ان 2 ان اتش 3. انت بوغ العلاقه ياك غنجيو اول حاجه شنو غادي نكالكيلي ونخرجوا هاد ان انيسيال. ان انيسيال هي الاولى ياك. هنايا حنا شنو قلنا هاد ان انيسيال شنو كتساوي؟ هي لا ماس على لا ماس مولار، هادي راه كميه الماده. دونك نوفر دو مون ديال اتش 2 شنو كيساوي؟ هو لا ماس ديال اتش 2 على لا ماس مولار ديال اتش 2. لا ماس ديال اتش 2 عطاو هنا هو 0.2 غرام على لا ماس مولار ديال اتش 2. حنا شحال عندنا ديال الهيدروجين؟ جوج. لا ماس مولار ديال الهيدروجين شحال؟ واحد. دونك جوج في واحد هي جوج، ها هي جوج، اش عطاك 0.1 مول. هذا نوفر دو مون ديال اتش 2. دابا نجيو نوفر دو مون دو ان 2 نفس الطريقه. لا ماس ديال ان 2 على لا ماس مولار ديال ان 2. لا ماس ديال ان 2 عطاوني هي 0.21، ها هي عطاوني لا ماس الكتله على لا ماس مولار ديال ان 2. حنا لا ماس ديال ان 1 شحال كيساوي؟ 14. هنا عندنا جوج، اذا جوج في 14 هي 28، ها هي قسمنا على لا ماس مولار ديال ان 2 28، خاصك 0.0075 مول. كيديرك نفس الطريقه ديال نوفو دو مول ديالاش ان اتش 3. هو لا ماس ديال ان اتش 3 اللي عطاوني هنا كيساوي 0.51 على لا ماس مولار ديال ان اتش 3 للامونياك. هنايا الامونياك كيتكون من مناش من لازوت و 3 ديال الهيدروجين. اذا لا ماس مولار ديال الازوت ان هو 14، وهنا 3 ديال الهيدروجين، هي 3 مضروبه في لا ماس ديال الهيدروجين هي 3، و 3 زائد 14 هي 17، ها هي لا ماس مولار ديال ان اتش 3 عطاك 0.03 مول. دابا حنا شنو خرجنا؟ خرجنا هاد ان اي، خرجنا دابا ان اي ديال كل وحده. دابا شنو اللي بقى لينا؟ بقى لينا نوفر دو مول طوطال، بمعنى هاد ان اي اللي خرجنا دابا ديال كل وحده غادي نجمعوهم صافي تكون فراكسيون مولار ديال اي واحد. غنشرحو معايا، وهاد ان طوطال اللي شفنا في العلاقه هي الجمع ديال ان ديال اتش 2 ان 2 ان اتش 3. هادي هي ان طوطال، ما جمعتش عطاك 0.1375 مول. ومن بعد دابا شنو بقى لك؟ غادي تطبق غير العلاقه الفراكسيون مولار ديال كل وحده. دابا هذا تجي وغتطبق العلاقه كامله. دابا غدير اكس اي ديال كل وحده اللي كتساوي ان اي على ان طوطال. كيف كتلاحظوا معايا هنا فراكسيون مولار ديال اتش 2 كنديروا اكس ديال اتش 2 كتساوي ان ديال اتش 2 على ان طوطال. ان ديال اتش 2 خرجناه هي 0.1 على ان طوطال هي 0.1375، وغتعطيك فراكسيون مولار ديال اتش 2 هي 0.727. كيديرك نفس هاد الفراكسيون مولار دو ان 2. فراكسيون مولار ديال ان 2 كيساوي نوفو دو مون ديال ان 2 على ان طوطال، ونوفو دو مون ديال ان 2 لقينا هو 0.0075 على ان طوطال 0.1375. غاش عطاك فراكسيون مولار ديال ان 2 كتساوي 0.055. وكذلك نفس الشيء بالنسبه لفراكسيون مولار دو ان اتش 3، كدير فراكسيون مولار ديال ان اتش 3 ايغال نوفو دو مون ديال ان اتش 3 اللي هو 0.03 لقيناه على ان طوطال هي 0.1375. واش عطاك فراكسيون مولار ديال ان اتش 3 ايغال 0.218. وبعد الى رجعتو معايا للوراء هنا شنو قلنا؟ لا سوم ديال الفراكسيون مولار شنو كيعطينا؟ كيعطينا واحد. بمعنى يلي درتي هادي زائد هادي زائد هادي شنو غتعطيك؟ غتعطيك واحد. الى عطاتك واحد راه عندك هاد كلشي صحيح. ويمكن لينا نخرجوا الفراكسيون مولار من خلال شي تمارين من خلال جدول التقدم. غادي ندير لكم واحد الرابط، واحد الفيديو شارح فيه فراكسيون مولار بالنسبه
كيفاش كنقدر نخرجوها من خلال جدول التقدم. دابا غادي نمروا اخر حاجه فراكسيون ماسيك، تقريبا نفس الشيء بالنسبه لفراكسيون مولير، غير الفراكسيون مولير كنتحدوا على النوبغ دو مول، نوبغ دو مول انيسيال نوبغ دو مول توتال. هنا فراكسيون ماسيك كنتحدوا على الماس الكتله ام اي على الماس توتال. وكذلك الى حسبتي الفراكسيون ماسيك ديال شي تمرين وغادي تلقى لا صوم ديال الفراكسيون ماسيك ايغال ام ديال شي بالنسبه شي تمرين. نفس الطريقه ديال الخدمه، غير هنايا في التمرين خرجنا نوفو دومون، هنا كتخرج لا ماس من خلال العلاقه ان كتساوي لا ماس على لا ماس مولير، وكتخرج لا ماس هي شنو كتساوي، هي نوفو دومون ان فوا لا ماس مولير.